يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعد. مرحبا بكم إخواني الكرام في هذا المكان المبارك ومع هذا المشروع المبارك. طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. كنا في اللقاء السابق تكلمنا في نبذة مختصرة عن دراسة التاريخ وأهمية دراسة التاريخ، وأن التاريخ بمثابة مرآة للأمم والمجتمعات، ثم توقفنا عند هذا العنوان ألا وهو كيف نقرأ التاريخ. في الحقيقة مسألة كيفية قراءة التاريخ ليست بالمسألة السهلة ولا الهينة، بما أن التاريخ هو مرآة للأمم، إذن لابد له من قراءة صحيحة، لابد له من مطالعة صحيحة تماما بتمام، كما أن طالب العلم ينبغي عليه أن يطلب العلم بطريقة صحيحة في التدرج وفي القراءة وفي المذاكرة، كذلك قارئ التاريخ لابد أن يكون له في قراءة التاريخ منهج وطريقة، منهج وطريقة. لابد أن نقرأ التاريخ كما نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك تمييز الصحيح من الضعيف، الغث من السمين، لأن هذه الروايات المذكورة المقروءة في الحقيقة تكون فيها علامات وإشارات للخروج من الأزمات، لا سيما إذا صادف الواقع أزمة مرت بها الأمة في تاريخ سالف أو غابر، فأنت بتستضيء بهذه الأحداث وتلكم العبر للخروج من هذه الأزمة على ما كان. وإلا هذا التاريخ الموجود بين أيدينا اليوم من تاريخ الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، ما هي الفائدة منه؟ أليست استخلاص العظة والعبرة على سبيل يعني الاتعاظ والاعتبار، وأن تكون ضرب ومسلك للسائرين؟ دعونا نطرح سؤال، لماذا حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينصره ربه تبارك وتعالى جملة واحدة وهو سبحانه وتعالى قادر؟ ما السر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، نزل عليه الوحي بيقرأ بلغ عداه المشركون، نصره ربه تبارك وتعالى ودخل الناس في دين أفواجه، في دين الله أفواجه، واختصرت مدة كم في مكة وكم في المدينة؟ كم سنة؟ 23 سنة، ربع قرن من الزمان. وظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والناس أتت تتوافد إليه، لماذا؟ طبعا لمعاني وعلل وحكم عظيمة. من هذه المعاني أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بمراحل قد تتطابق أو تتشابه مع مراحل يمر بها المسلمون عبر التاريخ، فإذا ما أرادوا أن يفتشوا في تراثهم يبحثون عن مخرج وحلول
لمثل هذه الأزمات يجد ما يوافق الواقع في التراث، أو على الأقل ما يشابهه أو ما يضاهيه. لذلك تجد مرحلة مكية، المرحلة المكية هي مرحلة الاستضعاف واستئساس قوى الشر، ومرحلة الدعوة الفردية والبذل والتضحية، لا أقول دون مقابل، ولكن في اعتماد كلي على الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى لانقطاع الأسباب المادية، على خلاف المدينة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صحيح كانوا في قمة التوكل على الله وكذا وكذا وكذا، لكن كان هناك من الأسباب المادية الشيء الكثير. كان هناك دولة، وكان هناك مدينة، وكان هناك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في جيش، وكان في حلفاء، وكان إذن الأمر مختلف. لذلك تجد الخطاب القرآني في مكة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. يختلف عن الخطاب في المدينة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. خطاب مختلف. تجد خطاب مكة للفئة المؤمنة يخبرهم بأخبار السابقين وأحداث الماضين وما أعد الله عز وجل للصابرين وكذا وكذا وكذا. وتجد في المدينة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. خطاب مغاير. لماذا؟ لماذا الكلام عن الإفاء بالعقود؟ أصبحتم دولة، ستكون بينكم وبين دولة أخرى أو مكان أخر معاهدات ومعاقدات، لابد أن تفوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أنتم حتظهروا وتكون لكم شوكة، لا يجرمنكم بغض قوم بعد إذ كنتم في ضعف وأصبحتم في قوة، لا يجرمنكم بغض هؤلاء الأقوام على ألا تعدلوا فيهم. إذن هذا خطاب موجه لتوجيه القوي، يعني لتوجيه قوته، لا تفرط في استخدام القوة فتقع في الظلم، على خلاف خطاب مكة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. إذن كل هذه المراحل جعلها الله عز وجل في الحقيقة عبرة. لذلك لابد أن تكون القراءة للتاريخ قراءة صحيحة، قراءة صحيحة من حيث الاختيار، وقراءة صحيحة من حيث إيه؟ التأمل والإسقاط على الواقع. كما أنك لابد أن تبحث في صحة الحديث، هذا شق. يبقى شق آخر: صحة الاستدلال به. وإلا لابد مع صحة السند صحة الاستدلال. وقد ضربنا لذلك مثال، ألا وهو: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه آية ثابتة بالتواتر من كلام الله عز وجل الموحى به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجزة الكبرى للمسلمين، في شك في ذلك؟ لكن هل برغم هذه الصحة، لكن هل يصح أن أستدل بهذه الآية على أمر آخر؟ مثلا كإنسان يقول: لا ينبغي أن تؤخر الصلاة عن وقتها، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. المعنى صحيح، لا ينبغي تأخير الصلاة، والدليل صحيح، لكن هل الاستدلال في محله؟ إذن لابد من قراءة صحيحة للتاريخ من حيث الاختيار، الحدث لابد أن يكون صحيح موثق، ثم الاستدلال به أو مطابقته على الواقع. آفة الناس اليوم أنهم يأخذون كثير من الأحداث الواقعة ثم يبحثون لها عن سند في حديث، خاصة أحاديث آخر الزمان المهدي، يجد علامة من العلامات الكثيرة المذكورة: خلاص هذه أواني المهدي المنتظر. من أين هذا الكلام؟ يأتيك بدليل، هذا الدليل صحيح، لكن الاستدلال به غير صحيح. لا سيما أصحاب الرؤى والمنامات،
من يستدل بالرؤى والمنامات على الواقع، وأنا رأيت كذا وهذا أوان المهدي وهذا ظهور، لا لا لا، لابد أن تكون القراءة للتاريخ قراءة صحيحة من حيث الاختيار ثم من حيث الاستدلال. ونحن إذا أردنا أن نقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابد لنا أن نتثبت من الخبر أثابت هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، ولن نستطيع أن نعرف صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطلانه إلا بالنظر إلى الإسناد مع المتن، لأن أهل العلم اعتنوا بالحديث ورجاله وتتبعوا أحاديثهم ومحصوها وحكموا عليها وبيّنوا الصحيح من الضعيف، وبالتالي نقيت هذه الأحاديث مما فيها أو مما أدخل عليها من كذب أو تدليس أو ما شابه ذلك. طبعا التاريخ بيختلف، لكن التاريخ يختلف، فتارة نجد كثيرا من روايته ليس لها أسانيد، وهذا صحيح، وتارة أخرى نجد لها إسنادا ولكن قد لا نجد للرجال الذين في إسناد تلك الرواية ترجمة، يعني هناك سلسلة أو سلسلة من الرجال توصل للحدث اللي هو المتن لكن ليس لهم تراجم، ولا نجد أحدا من أهل العلم تكلم فيهم جرحا أو تعديلا مدحا أو ذما، فيصعب علينا حينئذ أن نحكم على هذه الرواية لأننا لا نعرف حال بعض رجال السند، فالأمر أصعب من الحديث، ولكن لا يعني هذا أبدا أن نتساهل فيه، بل لابد أن نتثبت وأن نعرف كيف نأخذ تاريخنا. وقد يقول قائل سيضيع علينا كثير من التاريخ بهذه الطريقة، لكن الرد لن يضيع الكثير كما يتصور، فإن كثيرا من روايات التاريخ التي نحتاجها خاصة في هذه الحقبة أو الحقبة التي نتكلم عنها هي مروية بأسانيدها، مذكورة بالأسانيد سواء كانت هذه الأسانيد في كتب التاريخ نفسها كتاريخ الطبري وجامع الترمذي، أو المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة، أو في كتب التفسير التي تذكر بعض الروايات التاريخية بالأسانيد كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، وأحيانا في كتب خاصة تكلمت عن أوقات خاصة ككتاب حروب الردة للكلاعي أو كتاب تاريخ خليفة بن خياط المختصر. القصد أننا لا نعجز عن أن نجد سندا لرواية من الروايات، وإن عجزنا ولم نجد سندا فعندنا أصل عام. طبعا هذا الكلام لا ينطبق على دراسة التاريخ العام، لكن هذا الكلام مقصود به تاريخ هذه الحقبة اللي هي بين أيدينا. أي حقبة؟ ها؟ سنة كم؟ مهم جدا تذكر هذه التواريخ. هذه الحقبة لها خاصية، لها لتشابكها مع عهد النبوة وعصر النبوة وتوافر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيها، فبفضل الله تبارك وتعالى إن عجزت عن إسناد رواية أو قصة عندك أصل عام، أصول عام في الدين مذكورة سهلت عليك هذه المهمة. هذه الأصول العامة معروفة، مثلا كعدالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لو أن هناك رواية ليس لها إسناد أو لها إسناد ورجالها مبهمون وتتكلم في عدالة الصحابة رضي الله عنهم بالقدح، هل هذا يقبل؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه تعارض مع أصل موجود، مع أصل موجود. إذن هناك أصول تستطيع، هي تقوم مقام القرائن، ولا أقول قرائن بل هي أدلة، بل هي أدلة على صحة هذه الرواية أو كذب هذه الرواية حتى وإن لم يكن لها إسناد. يعرف ذلك بماذا؟ بتعارضها مع الأصول المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. وإن عجزنا ولم نجد سندا فعندنا أصل عام نتبعه خاصة لما وقع في عهد الصحابة
وهو موضوع الحديث، ألا وهو ثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فالأصل فيهم العدالة. وكل رواية جاء فيها مطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر في إسنادها، فإن كان صحيحا ينظر بعد ذلك في تأويل هذه الرواية وفيما تدل عليه، وإن وجد أن السند ضعيف أو لم نجد لها سندا فعندنا الأصل وهو عدالة أولئك القوم. إذن عند قراءة التاريخ لابد أن نقرأ بتمحيص كما نقرأ الحديث، وأخص التواريخ تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات. واضح كلام؟ واضح. يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ لابد أن يكون الإنسان عنده أصول كلية. الأصول الكلية دي تكون مستقرة في ذهن القارئ أو الطالب، حتى إذا أتت الجزئيات الفرعية والمسائل المتفرعة ترد هذه الجزئيات إلى إيه؟ إلى أصولها. عندك مثلا المسافر له أن يتم الصلاة ولا يقصر، لماذا؟ أنت بتقرأ الآن عن مسألة قصر المسافر للصلاة، هذه جزئية بتردها إيه؟ لكلية، لأصل عندك، ألا هو المشقة تجلب التيسير. وضع كده، الضرورات تبيح، أصل موجود عندك. لما تقرأ جزئية تبقى عارف أن الجزئية دي تتبع هذه الإيه؟ الكلية. كذلك لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. وهذا يا إخواني منشأ أهل البدع، أن البدع لم تنشأ من ناحية عدم العلم بالكلية، لا، هناك علم أو شيء من علم لكن في إشكال في هذا العلم، كما قلنا إما أن يكون من جهة صحة الدليل أو يكون من جهة صحة الاستدلال. زمان في القرى والأرياف كانت الناس مبتلاة بعقب الأذان بالصلاة والسلام، بالصلاة والسلام على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. بدعة كانت منتشرة والحمد لله اندثرت من يعني من سنوات. الناس كانوا بيستدلوا بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا دليل صحيح، لكن الاستدلال به في هذا الموطن غير صحيح. ويذكر لك الأحاديث: من صلى علي صلاة فله، هذا الكلام صحيح لكن هل الاستدلال به صحيح؟ كذلك وقع أهل البدع في بدعهم، إما أن يستدلوا بدليل غير صحيح كمن قال: ما خاب من كان وليه السيد البدوي. هذه خيبة، هذا ليس بحديث. وكاستدلال الصوفية بمثل ذلك، وبعض الناس يظنونها أحاديث وروايات فيعتقدون فيها، فينشأ الجهل أو تنشأ البدعة من جهة صحة الحديث وهو ضعيف أو موضوع، أو يكون من ناحية
صحة الاستدلال به، صحة إيه؟ أو نقص في فهم الدليل، نقص فهم إيه؟ الدليل. كالذي قال قرأ في الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ وقرأها إيه؟ عنزة. قرأ ويقصد به إيه؟ الروح الإيه؟ القصير، وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة. إذن لابد من قراءة صحيحة ومن استدلال صحيح ومن فهم وتأنٍ عند استقبال الأدلة والأحداث، وإنما تنشأ البدع والانحرافات من قبيل ما إيه؟ ما ذكرنا. ويساعد في ذلك نشوء البدع مرده إلى سببين رئيسيين لا ثالث لهم، الجهل والهوى. الجهل وذكرناه، إما أن يكون جهل من جهة السند من صحة الرواية، أو جهل من صحة الاستدلال، أو قصور في الفهم، هذا الجهل. والهوى ليس له علاج إلا أن يشاء الله، أن يوظف الدليل لهوى في نفسه، أن تحمله الحزبية والتعصب المقيت إلى لي أعناق النصوص، وهذه مصيبة. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. مصيبة الجهل والهوى. فالجاهل لابد له من علم يتبصر به، وصاحب الهوى لابد له من إيمان يكون له وازع ومانع من الانحراف. لذلك لما وقعت الفتنة ما كانوا يسألون عن الأسانيد، كانوا يتداولون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر إيه؟ بلغنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كذا وأن النبي فعل ذلك. لكن لما وقعت الفتنة تحرزوا، قالوا سموا لنا الكلام ده جاي منين؟ وهذه من 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 أفضل الله عز وجل الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد على هذه الأمة، أن تاريخها وأن سنة نبيه بل الدين كله بالأسانيد محفوظة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا مجال لمطعن ولا مجال لمدخل لكاره، وإنما كل من سولت له نفسه أن يتكلم خبط رأسه في الجدار، لا يستطيع، لا يستطيع. للأسف شغف الكثيرون في زماننا بقراءة الكتب الحديثة التي ألفت في التاريخ والتي تهتم بجمال القصة أو تشويه الصورة أو هما معا بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها، ككتب عباس العقاد اللي هي العبقريات. عباس العقاد رجل أديب كان ينتمي إلى مدرسة الديوان، والعقاد ومدرسته من المجددين في الأدب العربي، ليس من أهل العلم الشرعي. رجل أديب يبحث عن الحبكة والسبكة، يبحث عن مظهر الرواية وكذا، لكن ليس له دراية لا بالسند ولا بالمتون ولا بصحتها ولا بضعفها. فكان يلتقط من بطون الكتب ما يتناسب مع إيه؟ مع مفهوم الرواية والقصة من حيث الصنعة الأدبية إلى غير ذلك. أو كتب خالد محمد خالد، كذلك خالد محمد خالد هو قال هنا، هو ينكر على من اهتم وشغف بقراءة الكتب الحديثة التي ألفت في التاريخ التي تهتم بماذا؟ بجمال القصة أو تشويه الصورة. إذن الكتب الحديثة لما تحب أن تصنفها إما كتب
تهتم بصورة يعني تهتم بجمال القصة من ناحية الحبك وصورة الرواية وما كان على يعني الشكل الأدبي. ومنهم من كتب يريد تشويه. فمن الصورة الأولى العقاد وخالد محمد خالد، ومن الصورة الثانية طه حسين وجورج زيدان. طه حسين رجل علماني صرف، كاره، كان كارها لكل ما يمت إلى الإسلام بصلة. فهؤلاء عندما يتكلمون عن التاريخ يهتمون بالسياق وجمال القصة وحسن السبك بغض النظر عما إذا كانت هذه القصة صحيحة أم لا، وبعضهم يقصد التشويه لحاجة في نفسه، المهم أن يقص عليك قصة جميلة. ومن الكتب التي يجب الحذر منها طبعا، هو ذكر مجموعة مصنفات ليست يعني في درجة واحدة. يعني لما تكلم عن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، ده كتاب سمر وشعر وكتاب طرب، لكنه شابه كثير من الأخبار والقصص الباطلة، هو ليس من كتب التاريخ أصلا، لكن تعرض لبعض الايه الوقائع ووقع في الايه في القصص الباطلة. وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، كتاب العقد الفريد كتاب أدب، لكن تقريبا ابن عبد ربه هذا كان يميل إلى التشيع شيء. وكتاب الإمام والسياسة لابن قتيبة، والصحيح أنه ليس لابن قتيبة وإنما هو منسوب إليه. وكتاب مروج الذهب للمسعودي، وهو بلا أسانيد، والمسعودي هذا شيعي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا أو معتزليا. وكتاب شرح نهج البلاغة لعبد الحميد بن أبي الحديد، طبعا عبد الحميد ألف هذا الكتاب استرضاء لمن؟ للوزير ابن العلقمي. حتى نفس علماء الشيعة نفسهم يعني تكلموا فيه. قال الخوانساري عن كتاب ابن أبي الحديد: صنفه لخزانة كتب الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي. محمد بن العلقمي هذا كان سبب في مقتل 1,000,000 مسلم في بغداد على يد التتار، كان يراسل التتار حتى أغرى التتار، وكان الخليفة له هيبة، فما زال بهم حتى ربطوا الخليفة. انظروا كيف يفعل الشيعة وهم إلى اليوم ينصبون الأعداء لأهل السنة، وإلا فمن الذي يساعد في قتل المسلمين في كل مكان؟ لذلك دعاة التقريب المغيبون لا يفهمون حقيقة هذا الواقع المرير، أن هؤلاء الناس يعني في الحقيقة تاريخهم الطويل كله يعني ينطق بحقدهم وكراهيتهم وفتكهم بالمسلمين. وتاريخ اليعقوبي، وهو كتاب كله مراسيل لا أسانيد فيه وصاحبه متهم. ثم قال المقصد الثاني: لمن نقرأ التاريخ؟ يبقى كيف نقرأ التاريخ؟ لابد أن تكون القراءة من كتب معتمدة، بعد تحري صحة الأسانيد والدراية بصحة الاستدلال، ودائما لابد أن يكون لك سلف فيما تقول. احرص أن يكون لك سلف في أي مقولة، يعني ربنا يكرمك ويكرمنا وإياكم أجمعين نكون من طلاب العلم المجتهدين، وتأتي تحرر مسألة أو تقرأ وتريد أن ترجح شيء، مستحيل أن ترجح شيء
ليس لك فيه سلف. هو كل المسألة متنازع على مختلف فيها، هذا يرى كذا مختلف فيه، إذا كان حتى الدليل ظني الثبوت لكنه ظن الدلالة، إذن فمختلف في الاستدلال به، واضح؟ وأنت تريد أن تؤيد رأي، مستحيل أن تؤيد رأي ليس لك فيه سلف. إذن أنت مخير بين إيه؟ بين الآراء الموجودة، تبحث وتفتش وتنظر، واضح؟ فإذا ما أردت حتى أن تعتمد رأيا لابد أن يكون فيه سلف، وإلا هتعتمد على رأيك هتضل، هتحدث رأي آخر دي مسألة أخرى، يعني تحتاج يعني عالم كبير وضوابط معينة. يبقى كيف نقرأ التاريخ؟ قلنا من مصادر معتمدة، مهم جدا الترخيص هذا، لأن هذا موطن سؤال، ده موطن سؤال يا أخوانا، وأنا ماشي معاكم كده دايما هقول لكم بعض المواطن، وطبعا غالبا ما يأتي منها الإيه، عشان ما حدش يقول بقى أعمل أكتر من كده. كيف نقرأ التاريخ؟ تلخيص ما سبق. المقصد أو المقصد الثاني لمن نقرأ التاريخ. إذن لمن نقرأ؟ الجواب هو إذا كنت تستطيع أن تبحث في الأسانيد وتمحصها أو تمحصها فاقرأ للإمام الطبري، فهو العمدة بالنسبة للذين يكتبون في التاريخ. وإذا كنت لا تستطيع أن تمحص الأسانيد فاقرأ للحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وللحافظ الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام، وللعلامة أبي بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم، وهو من أفضل الكتب التي تكلمت عن هذه الفترة. طبعا كتاب الإمام الطبري كتاب جامع شامل من خلق آدم إلى العصر المؤلف، ثم بعد ذلك إيه ما كان من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان إلى غير ذلك، وكذلك البداية والنهاية، وألحق به كتاب الفتن والملاحم، وكتاب الحافظ الذهبي طبعا تاريخ الإسلام. لكن من أفضل ما كتب عن هذه الفترة كتاب من؟ أبو بكر بن العربي رحمه الله، العواصم من القواصم. ومن الكتب المفيدة في التاريخ في هذا الباب، وهي مختصرة ولكنها نافعة، مرويات أبي محنف أو أبي محنف في تاريخ الطبري نعم مخنف، مرويات أبي مخنف، مخنف مش الشكل مش عندي مظبوط، من مفتوحة مشكور عندكم، مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري للدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى، وكتاب الخلافة الراشدة والخلافة الأموية من فتح الباري، مظبوط؟ لا عندي هو الخلافة الأموية، عندكم الدولة؟ يعني خلوها الخلافة، نعم الخلافة الراشدة والخلافة الأموية من فتح الباري للدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى، وكتاب تحقيق موقف الصحابة من الفتن، وكتاب عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري، ومرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري للدكتور خالد الغيث، وطبعا الطبقات الكبرى لابن سعد، وهو كتاب مهم جدا حيث إن المؤلف ينقل الروايات بالأسانيد، يعني مروياته هو بالأسانيد كاملة، وكتاب طبعا تاريخ خليفة بن خياط، وهو كتاب مختصر لكنه برضو مهتم بالأسانيد، وكتاب تاريخ المدينة لابن شبه، وأحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان، وكتاب أخطاء يجب أن تصحح من التاريخ للدكتور جمال عبد الهادي والدكتور وفاء جمعة. على كل حال لا غنى لطالب العلم عن كتاب البداية والنهاية لابن كثير،
تاريخ الطبري طويل، والقراءة فيه تحتاج يعني إلى يعني أساس علم معين، لكن اللي زي حالتنا يسهل عليه القراءة في إيه؟ في البداية والنهاية. وإذا أراد أن يدرس هذه الحقبة أو يقرأ عن هذه الفترة، فأفضل ما كتب فيها العواصم من القواصم. مما نحذر عند قراءة كتب التاريخ، عندما نقرأ كتب التاريخ نحذر من أن نميل مع رأي المؤلف، إذ لابد أن ننظر إلى أصل الرواية لا إلى رأيه، وهذه إشكالية، هذه إشكالية، إنك أحيانا بتنسق مع رأي المؤلف دون ما تشعر، وهذه إشكالية خاصة في الكتب التي يكون فيها متسع لإبداء رأي المؤلف. وكثير من الكتب وإن كانت جيدة إلا أنه يعني عابوا عليها إظهار رأي المؤلف بطريقة تسيطر على من؟ على القارئ. هذا خطأ. وقد تكون هناك نوع من أنواع خيانة الأمانة في حشد الأدلة لإثبات فكرة معينة دون حشد الأدلة الرأي الايه؟ الآخر. لذلك عند قراءة كتب التاريخ لابد أن تهتم جيدا ها إلى أصل الرواية لا إلى رأي المؤلف، وأن نتوخى الإنصاف عند القراءة. ولابد أن نعتقد ونحن نقرأ تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمرين اثنين: الأول أن نعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير البشر بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأن الله تبارك وتعالى مدحهم والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك مدحهم، وبين في أكثر من حديث أنهم أفضل البشر بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا أصل عندنا، هذا الأصل موجود سواء قرأنا كتب التاريخ أو لم نقرأها، سواء تعرضنا إلى هذه الحقبة أو لم نتعرض لها، هذا أصل من أصول العقيدة والمنهج. ثم الأمر الثاني أن نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير معصومين، هذا ضابط جاء به. ها لماذا جاء بهذا الضابط؟ لماذا؟ لينضبط الأمر الأول: صحيح هم خير البشر وهم عدول وهم من أتقى الناس، بل هم أتقى الناس بعد الأنبياء والمرسلين وكذا وكذا وكذا، إلا أنهم ليسوا معصومين. طيب ماذا الحد يعني مش فاهمين؟ نقول أن لهم أخطاء لكنها لا تظهر في بحار الحسنات. لما تنظر إلى بذل الصحابة وتضحية الصحابة وما قدموه من تضحيات وافتداء للدين بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، لا تكاد ترى لهم عيب، لا تكاد ترى لهم خطأ، ليس لأنهم معصومين، ولكن لكثرة حسناتهم رضي الله عنهم وارضاه، لكثرة عطائهم، لكثرة محاسنهم. لكن لابد أن تراعي هذا الأمر أنهم غير إيه؟ معصومين. نعم نحن نعتقد العصمة في إجماعهم، أما الإجماع فمعصوم بالأدلة، وأن الأمة لا تجتمع على إيه؟ على ضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فهم معصومون من أن يجتمعوا على ضلالة. يعني إذا اجتمعوا على أمر ها كان فيه الإيه؟ الحق، لأنهم معصومون في اجتماعهم على خطأ، يعني لا يجتمعون على خطأ أبدا، لكن إذا كانوا فرادة، إذا استقر رأيهم على أمر واجتمعوا جميعا عليه فهو الحق بإذن الله سبحانه وتعالى، هو الحق لا مرية فيه، لأن الأمة لا تجتمع على إيه؟ على ضلال.
ولكنهم كأفراد غير معصومين، فالعصمة لأنبياء الله وملائكته، أما غير الأنبياء والملائكة فلا نعتقد عصمة أحد. ونحن في هذا الكتاب نسعى جاهدين إلى التفريق بين الحقائق والرقائق، فحبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ولن يكون أبدا سببا لطمس الحقائق وإغفالها، ولا نرى عيبا بعد استشارتنا من نثق به من علمائنا ومشايخنا. نعم، هو يقول لا نرى عيبا في الخوض في هذا الموضوع لمجرد الخوض، بل العيب في أن يخوض الإنسان بجهل أو سوء نية أو هما معا. أما إذا كان الخوض بعلم وعدل وإنصاف وتقوى فالذي ظهر لي أنه لا مانع منه، وهكذا كان السلف الصالح. والإمساك فيما شجر بين الصحابة ليس على إطلاقه، وكذلك الكلام على ما وقع منهم ليس على إطلاقه. فمن كان معروف بالعلم والصلاح والتقوى والإنصاف له أن يتكلم في هذا، وأن يبين للناس ويشرح للخلق ماذا حدث. واضح؟ مع إيه؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يتكلم عن من؟ عن خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولا هم ما كان في الأرض مسلم، ولولا هم كادت تميد بأهلها، ولكن رواثيها وأوتادها هم، فيا لائمي في حبهم وولائهم. تأمل هداك الله من هو الوم، بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عار علي وتنقم، وما العار إلا بغضهم واجتنابهم وحب عداهم، ذك عار ومأثم. واضح؟ أما من أطلق لسانه في هذه الوقائع بلا علم أو بسوء نوية أو طوية، فهذا نأخذ على يديه ولا يقبل منهم. إذن لابد أن نعتقد أن الصحابة خير البشر، وأن نعتقد أنهم غير معصومين، سبحان الله. وأنت بتتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تستشعر شيء عظيم، والله يا إخواني شيء عظيم والله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه في رواية الترمذي وغيره قال: أنا خير ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهذه الخيرية صاحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل حياته، فرزقه الله عز وجل خير النساء، ورزقه خير الأصحاب. تجد شيء عجيب، بالله عليكم ايتوني في كتب التواريخ والأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه بصحب كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أذكركم وأنتم مما لا شك فيه من أهل العلم والفضل وفيكم بركة، بقصة خبيب بن عدي، وهو يقول له: أتحب أنك في مكانك، أنا محمدا في مكانك وأنت في أهلك وولدك، على اختلاف بعض الألفاظ في الروايات، فيقول: لا والله لا أحب وأن يشاك هو صلى الله عليه وسلم بشوكة. لذلك لما تكلم الكفار قال: والله ما رأينا أحد يحب أحد كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. اختار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الخير، كل الخير، وكأنه كما اصطفاه اصطفى له أصحابه. ائتوني بهذا الرجل، بمثل هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، ائتوني بمثل لأبي بكر الصديق الذي تصدق بكل ماله في سبيل الله في فتنة واحدة
يعني نسأل الله العافية في يوم الإسراء والمعراج، وقامت الدنيا ولم تقعد. انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يخبر أنه كذا وكذا وكذا، وبعض الناس ارتاب ممن دخلوا في الإسلام حديثا. انظروا، يجدون أبو بكر في الطرقات فيصادف أحدهم: ألم تسمع ما قاله صاحبك؟ يزعم أنه أسري به، فيضحك أبو بكر يقول: أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه أنه يأتيه خبر من السماء. بقى السماء ولا المسجد الأقصى ولا القدس، أيهما أقرب؟ أنا أصدقه فيما يأتيه من السماء، يبقى مش سأكذبه فيما في المسجد. هذا يقين وإيمان عجيب. إن كان قال فقد صدق، يبقى المعول هنا أصبح على إيه؟ على صحة نسب القول له. إن كان قال، هذا تصديق مسبق بأي شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. هل وجدتم ذلك في أي سيرة، في أي تاريخ؟ انظروا إلى هذه المرأة في غزوة أحد، لما قيل لها: مات أبوك ومات أخوك ومات زوجك ومات ابنك، وكلما ذكر لها واحدة من أولئك أو من هؤلاء قالت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات أبوك، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يستخبر لها: أي مات أخوك، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات زوجا. وإذ المرأة تنظر إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. هذا حل النساء، فكيف الرجال؟ فإن كان النساء كمن ذكرنا لفضلت الإيه؟ النساء. فما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. يعني هذا فضل عظيم. لذلك لما نتكلم في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكتر لهم خطأ، لكنهم ليسوا بمعصومين. وأن ما وقع من بعضهم خطأ لا خطيئة. ما الفرق بين الخطأ والخطيئة؟ الخطأ يكون بعد اجتهاد وغير متعمد، والخطيئة تكون على حين غفلة وغلبة هوى وشتان بين الأمرين. فإذا جاءتك رواية فيها طعن في صحابي فلا تقدم على ردها ولا تقبلها حتى تنظر فيها، فإن وجدت السند صحيح فهذا من الأشياء التي هم غير معصومين فيها، فهم يخطئون كسائر البشر. وإن وجدت السند ضعيف فابقى على الأصل، وهو أنهم خير البشر بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. أما مدح الله عز وجل سبحانه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو في قوله تعالى: محمد رسول الله. ألا ترى هذا العجب في هذه الآية؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه المجرد في القرآن، مع ذكر الأنبياء كل الأنبياء في القرآن مجردين. قيل: يا نوح، ومن قبل: يا آدم اسكن أنت وزوجك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، إلى آخر الآيات. سبحان الله العظيم، لما يذكر ربنا تبارك وتعالى النبي: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، محمد رسول الله، لقد تاب الله
على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. محمد رسول الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحان الله، هذه من رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى. انظروا إلى هذا الأدب العالي، يعني في أسلوب الخطاب، حتى أن الصحابة نهوا أن يرفعوا أصواتهم. ها؟ رفع الصوت مش المخالفة، رفع الصوت. وكان ذلك مستقر في أذهاب الناس إلى أوقات قريبة، حتى أن العثمانيين لما كانوا ينشئون الخط، خط السكة الحديد، واقتربوا من المدينة كانوا يفعلون الشيء العجيب، كانوا يعملون بلا صوت احتراما وتقديرا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تنظر إلى أحوال الناس اليوم تبكي تبكي. ودي مهمتنا يا أخوانا، أن نحيي هذه المعاني في أنفسنا وأن نتعايش معها وأن نتفاعل ثم ننقلها للناس. دي وظيفتنا يا أخو. إحنا هنا عشان كده يا أخوانا، إحنا مش هنا عشان نخلص الكتاب ده وتمتحن وتخلص سنة أولى وتطلع سنة ثانية وتكتب بعد كده تقعد في بيتك. لا لا لا، إحنا وظيفتنا يا أخوانا عشان نحيي هذه المعاني. هذا الكلام الذي نقوله أنا على اعتقاد أن الجميع يعلمون، ولعل قدر المعرفة الذي عندكم قد يكون أكثر مني، لا بأس، لكن مش وظيفتي إني جاي أقعد كده، ومش وظيفتك إن أنت قاعد كده. ده إحنا وظيفتنا أن نتفاعل وأن نحيي هذه المعاني وننتقل بها خارجا للناس. لما تعلم مقدار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف أن ربه تبارك وتعالى زكاه وحباه، لما تنظر إلى أفعال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معاني لابد أن تحي معاني في نفسك، ومن ثم تنقلها إلى الناس، أن تكون أداة خير تنفع نفسها ابتداء ثم ينتفع بها من؟ الآخرين. محمد رسول الله، الواو حرف إيه؟ حرف إيه؟ وإيه؟ وإيه؟ حرف عطف بس؟ لا، في هنا محمد رسول الله ولا ذينا معه. عطف بس؟ وتعقيب وترتيب. والإيه مشايخ أنتم أنتم في كل بركة. يفهم من ذلك في قوله محمد رسول الله هو ثناء من الله عز وجل على نبيه وإثبات الرسالة له، واضح كده؟ ثم يشترك في هذا الثناء المعطوف، واضح كده؟ والذين معه. الذين معه إيه؟ تشعرك معيتهم بمن؟ مع مين؟ والذين معه هو الضمير يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم أقرب المذكور، صح كده؟ معه في إيه بقى؟ في الخيرية وفي الكرامة وفي الشبه وفي الخلق وفي التضحية وفي البذل وفي العطاء و و و و و ده مقدار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
رحماء بينهم. حدثوني عن الرحمة بين المسلمين، عن التآلف، عن خفض الجناح. حدثوني عن غفر الزلات وعدم الالتفات للهفوات. حدثوني عن التسامح والتغافل والتغافر. حدثوني عن التناصح، رحماء بينهم. سمات المجتمع المسلم رحماء بينهم. إياك إياك أن تنفر من أخيك حتى وإن فعل ما فعل. إياك أن تتخلى عن إخوانك. ابغض ما عليه من معصية لكن هو أخوك. إياك، رحماء بينهم. أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد، ها، أو قبل بناء المسجد، ها، آخى بين المهاجرين والأنصار. يفهم من ذلك إيه؟ أن المؤاخاة من أسس وأصول الديانة، أصل أصيل في المجتمع المسلم، في تكوين البيئة المسلمة، الأخوة الإيمانية. إن الذي آخى بيننا الله سبحانه وتعالى، إنما المؤمنون، فما الذي يفرق بيننا؟ افتحوا صفحات جديدة لإخوانكم الذين قطعتموهم وقطعوكم. والله لو فتشنا لما وجدنا سبب ولا أسباب. والله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الأخوة الإيمانية رحماء بينهم. تذكرون قصة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه مع بلال لما قال حتى أنت تتكلم يا ابن السوداء؟ بلغ الخبر إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم أبو ذر انطلق، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ماذا فعل أبو ذر؟ انطلق إلى بيته فبكى؟ ظل يبحث عن بلال حتى قابله في بعض سكك المدينة، فوضع خده على الأرض وأقسم عليه أن يطأ خده بقدميه. معالجة عملية. فما كان من بلال إلا أن قبل رأسه واحتضنه وتعانق وتباكي وتسامح وتصافح. لما وقع ما وقع بين الصديق رضي الله عنه والفاروق، وانطلق الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مغضب ويقول فهل أنتم تاركي لي صاحبي، وأقبل عمر يجر ثوبه، وخاف أبو بكر من غضبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من؟ على أخيه. قال يا رسول الله أنا كنت أظلم له، أنا كنت أظلم، أنا المخطئ. انظروا إلى الحب. رحماء بينهم. ده درس يا أخوانا، درس عملي. تنازل، ليس التنازل ضعف إن كان فيه نية وقصد حسن. وكونوا عباد الله إخوانا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
في هذه الآية مدح الله تبارك وتعالى جملة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل فيهم المدح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. فهذا مدح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، وسيأتي تفصيل ذلك في الكلام عن عدالة الصحابة في باب مستقل من هذا الكتاب. قال أبو محمد القحطاني في نونيته: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني، إلو الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري وأو سفيان. أي إذا أردت تاريخا صحيحا فهو الذي يرويه هؤلاء وأمثالهم من الثقات، لا كما يقول الكثيرون مما يطعنون في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن تاريخنا أسود مظلم قاتم. لا، بل تاريخنا ناصع جميل طيب يستمتع الإنسان بقراءته. ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب التاريخ كتاريخ الأمم والملوك المشهور بتاريخ الطبري أو البداية والنهاية لابن كثير، وهذا قد ذكرناه. طبعا هو يقدم تاريخ الطبري على غيره لأمور: قرب عهد الإمام الطبري من تلك الحوادث، أن الإمام الطبري يروي بالأسانيد، جلالة الإمام الطبري رحمه الله ومنزلته العلمية. طبعا هذا شيخ المفسرين والمؤرخين رحمه الله. أن أكثر كتب التاريخ إنما تنقل عنه، حتى أهل البدع يأخذون ما يوافق بدعهم وأهواءهم من تاريخ الطبري. نعم نعم، لا يكفي، لا نتعرض لأن ليس موضوع يعني. لقد أرحنا الإمام الطبري رحمه الله في هذه المسألة بمقدمة كتبها في أول كتابه، وليت الذين يقرؤون هذا التاريخ يقرؤون هذه المقدمة. يقول رحمه الله: وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيما فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو رويت من الأخبار، أي أنبئت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. يعني يقول الرجل أن ذمته تبرأ بذكر الأسانيد، وأنه إذا ما وقع ما يستنكره القارئ ويستشنعه السامع فإنه لم يقع منه، وإنما وقع من طرف الذي أوصله أو رواه إليه. أظن أن الإمام الطبري بهذه المقدمة التي قدم لكتابه ألقى العهدة عليك أيها القارئ. إذن عليك إذا استنكرت أمر أن تبحث إيه في إسناده وفي صحة إسناده. فهو يقول لك: إذا وجدت في كتابي هذا خبرا تستشنعه ولا تقبله فانظر عمن رويناه، والعهدة عليه وعلي أن أذكر من حدثني بهذا، فإن كان ثقة فاقبل وإن لم يكن ثقة فلا تقبل. نعم، وهذا الأمر قام به أكثر المحدثين، فحين ترجع إلى كتب المحدثين أو كتب الحديث من غير الصحيحين اللذين تعهد بإخراج الصحيح فقط، كأن ترجع إلى جامع الترمذي أو سنن أبي داود أو الدارقطني أو الدارمي أو مسند الإمام أحمد أو غيرها من الكتب، تجدهم يذكرون لك الإسناد ولم يتعهدوا بذكر الصحيح فقط، وإنما ذكروا لك الإسناد. وواجبك أنت أن تنظر إلى الإسناد، فإن كان السند صحيحا فاقبل وإن لم يكن صحيحا فرده. والطبري هنا لم يتعهد بأن ينقل الصحيح فقط، إنما تعهد أن يذكر اسم من نقل عنه. وقد أشار إلى هذا المنهج ابن حجر رحمه الله مبينا طريقة ومنهج أكثر الأقدمين، حيث قال: أكثر المحدثين في الأعصار الماضية
من سنة 200 وهلم جرا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم تبرؤوا من عهدته. ليه؟ هو ينقل الرواية نقلت إليه ولكن أتاك بالسند وعليك أن تبحث أنت. فإذا كان الأمر كذلك فلا عهدة على الإمام الطبري رحمه الله. وقد أكثر الإمام الطبري في كتابه التاريخ النقل عن رجل اسمه لوط بن يحيى ويكنى بأبي مخنف. ولوط بن يحيى هذا روى عنه الطبري 587 رواية، وهذه الروايات تبدأ من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي إلى خلافة يزيد، وهي الفترة التي سنتكلم عنها في كتابنا هذا. ومن أهمها سقيفة بني ساعدة، قصة الشورى، الأمور التي من أجلها قام الخوارج على عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم خلافة علي رضي الله عنه، ثم معركة الجمل، ثم معركة صفين، ثم التحكيم، ثم معركة النهروان، ثم خلافة معاوية رضي الله عنه حتى قتل الحسين رضي الله عنه. وفي كل هذه تجد لأبي مخنف رواية، وهي التي يعتمدها أهل البدع ويحرصون عليها. وأبو مخنف هذا قال عنه ابن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم متروك الحديث. وسئل عنه مرة فنفض يده وقال أحد يسأل عن هذا؟ ده من الذي قال ذلك؟ أبو حاتم سئل عنه مرة وقال فنفض يده وقال يسأل عن هذا، وكأنه كان إيه؟ مشتهر. وقال الدارقطني ضعيف، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات، وقال الذهبي إخباري تارف لا يوثق به. فأنت إذا فتحت تاريخ الطبري ووجدت رواية فيها مطعن على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدت أن الطبري إنما رواها عن أبي مخنف، فعليك أن تلقيها جانبا. هذا موضع سؤال، لماذا؟ لأنها من رواية أبي مخنف، وأبو مخنف هذا جمع بين البدعة والكذب وكثرة الرواية، مبتدع كذاب مكثر من الرواية. هذا موضع وموطن سؤال. لما قلت ابن حجر هي أكثر من عصيف العصور الماضية استخدم فيها يوم الجمعة صفر حزب إسلامي يعتقد لفظة اعتقد ديت، يعني تقول أنه لا يقولون على ذلك أو لا يستنكر ذلك؟ لا لا، هو ينقل بصنعة الحديث ما يعلمه عن هؤلاء، أن فعلا المحدثين إذا رأوا الحديث بسنده برئت ذمتهم وخلاص. يعني هما يقول لك أنا هذه الرواية أنا ذكرتها بسندها، ما دام ساق الحديث بسنده تبرأ ذمته إن كان ضعيف أو موضوع حتى. لماذا؟ لا لا لا، ده هو بيؤكد صح ذلك، وكأن هذا اعتقاد جازم، وكأنهم اعتقدوا اعتقاد جازم في نفسهم أنهم براء من هذه العهدة، ليس من باب التشكيك بل من باب التأكيد، أنهم كانوا على اعتقاد جازم أنهم بفعلهم هذا برأت إيه العهدة من الإيه من هذه الرواية. ما هو خلاص، هو يعني بين لك في النقطة ديت فلان. طبعا لابد مش القارئ الدارس، ولابد للقارئ أن يعرف أن الأحاديث متى ما سوقت بأسانيدها برئت عهدة المؤلف، وليس معنى ذكر الحديث بسندي أنه صحيح. واضح؟ هو اللي حطه. نعم. يعني هو اللي حطه الكلام أو المنطقة لا، هو ألف كتاب من ينقل أحاديث عن مشايخه التي سمع عنهم وأخذ منهم، أو أخذ منهم وسمع عنهم، لم يشترط الصحة. ما هو قال الكلام ده فيما عدا الصحيحين، يعني الكتب التي اشترط على نفسها الصحة كالبخاري ومسلم خارج هذا النقاش. هو يتكلم عن أصحاب السنن والمسانيد الذين ساقوا الأحاديث بأسانيدها عن مشايخهم، ولم يشترطوا في كتبهم، ولم يقتصروا على الصحيح فقط. واضح؟ وإلا من اشترط على في كتابه أن يخرج الصحيح فقط حججناه بإيه؟ بشرطه. وإلا يتكلم عن إيه؟ عن الكتب التي لم تشترط الصحة، وإنما اشترطت أن تروي ما أخذته عن مشايخها بالأسانيد، ولك أن إيه؟ أن تبحث. وليس أبو مخنف وحده، بل أبو مخنف هو أشهرهم، وإلا فهناك غيره كالواقدي مثلا، وهو متروك متهم بالكذب.
موجودش خلاف. لا لا ما موجودش خلاف. مش فاهم يعني ايه موجودش خلاف؟ يعني لما يحط واحد تاني مثلا في حاجات عليها خلاف. هو يذكر الحديث يا اخوان بسنده، ما بيقولكش ده صحيح، بيقولك هذا اتاني، القصه دي اتتني من طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان فلان عن فلان عن فلان. ده مش يعني ده حاجه صحيحه. اصل ان هو ياخد الحديث ويعمل بيه ليه؟ ما هو امال هو ساقه بسنده ليه؟ وهل هو اشترط الصحه في كتابه؟ لم يشترط. لك انت ان تبحث، اذا شككت في لك ان تبحث، والا هو جايب لك السند ليه؟ ما كان ممكن الطبري يختصر الكتاب ده ويقول لك الحديث خلاص حصل كذا يوم كذا وحصل كذا يوم كذا والواقع، وهو ذكر السند لطبري عهدته، هو ذكر ما حدث به عن مشايخه، جمع علمه اللي حدثه عن مشايخه وذكر لك منه حصل كذا وحدث كذا وكذا، وهذه الرواية حدثنا بها فلان قال حدثنا فلان قال عن فلان قال، ذكر لك السند ده ليه؟ تبحث انت عشان تبرأ ذمته. تبرأ ذمته، وقد لا يعتقد صحة هذا الحديث لكن يذكره من باب عدم كتمان العلم فيما وصله من مشايخه. هو درس على ايد ألف شيخ بيروي مرويتهم ويكتب مرويتهم عنه، ولكن بأسانيدها. لك أن تقبل الصحيح وأن ترفض الضعيف، والتمييز من أين يأتيك؟ بالسند إيه؟ الموجود. وهو متروك متهم بالكذب، ولا شك أنه مؤرخ كبير حافظ عالم بالتاريخ، ده الواقدي صاحب كتاب المغازي، له علم كبير بالتاريخ وكذا، إلا أنه إيه؟ غير ثقة. والثالث سيف بن عمر التميمي، وهو أيضا مؤرخ معروف ولكنه متروك متهم. وكذلك الكلبي وهو كذاب مشهور. فإذا لابد أن يتثبت المرء من رواية هؤلاء وأمثالهم. طيب ده موضوع سؤال كما ذكرنا، قد يأتيك السؤال على هيئة حديث، أذكر علة هذا الحديث أو أذكر من اعتمد عليهم الذهبي من الضعفاء والمتروكين. نعم الطبري، اسف واضح، قد يكون ذلك مثلا. او اذكر مآخذك على بعض الرواه الذين روى لهم الطبري في تاريخ، قد يكون ذلك. ما هم احنا عاوزين نحذر نفسنا الاول، ما احنا طلاب علم مبتدئين واحنا متاخرين يا مولانا، ما احنا مبتدئين اهو.